الأخ الدكتور علي عجمي، الإخوة المنتدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان كلمتي هذه: مؤتمر الحجير نعمة أم نقمة؟ بواد ليس بغير زرع، بل هو بذي زرع وكروم وجنات وعيون، إذا ما أنزلت السماء، إذا ما أنزلت السماء عزاليها واشتد مطرها، جرت سواقي وأنهارا لطالما أدارت فيما غبر من السنين عجلة، أي دواليب عدد من المطاحن الحجرية التي منها مطحنة أبي شامة، تلك التي عفى عنها الزمن فصارت أثرا بعد عين. أقول بذاك الوادي الذي يتوسط بلاد ما يعرف ببلاد بشارته، ويطلق عليه اسم وادي الحجير، انعقد أول مؤتمر ضم جما غفيرا قدر عدده بحوالي 600 من العامليين الذين جاءوا من أدنى بلاد عاملة وأقصاها، يتقدمهم كوكبة من العلماء أصحاب العمائم، وأخرى من الزعماء أو الأعيان أصحاب الطرابيش التي واحدها الطربوش الذي هو غطاء لرأس الرجل عادة أحمر اللون أسطواني الشكل تتدلى منه شرابة. كان ذلك يا سادة ضحى يوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة 1920. أما الهدف من انعقاد ذلك المؤتمر الذي كان بإشارة من الملك فيصل الأول، فدعا إليه زعيم بلاد عاملة كامل بيك الأسعد، فهو التشاور والوقوف على آراء أهالي ذياك الجبل الأشم حول عزم سلطة الانتداب الفرنسي، ممثلة بمندوبها السامي الجنرال غورو، على الإعلان عن دولة لبنان الكبير بحدوده الحالية. هذا وكان سبق ذلك أن جالت على أهالي بنت جبيل وجوارها لجنة عرفت بلجنة كينغ كراين، كان من أبرز مهامها وأهدافها استطلاع آراء العامليين المنقسمين على أنفسهم ما بين مؤيد لانضمام جبل عامل لدولة لبنان الكبير لا غير، أو معارض له يطالب بانضمامه إلى الدولة العربية السورية التي يتزعمها الملك فيصل بن علي. وهذا ما كان عليه رأي الجم الغفير من العامليين الرافضين لسلطة الانتدابين الفرنسي والبريطاني معا، والداعين علانية وجهارا لا إلى الوحدة العربية السورية بزعامة فيصل الأول فحسب، بل إلى وحدة البلدان العربية برمتها من المحيط إلى الخليج. يؤيد هذا ما كان أفصح العامليون من قبل عنه غداة أن أعلنوا عام 1916 لثورة أبيه الشريف مكة والحجاز، أعلنوا دعمهم لتلك الثورة على الأتراك، وذلك من قبل أن ينحو نحوه من بعد ويحتذي حذوه ابنه فيصل الأول الذي كان ثار على العثمانيين وشارك في مؤتمر الصلح بباريس سنة 1919،
وقاد الجيش العربي في فلسطين ونودي به ملكا ونودي به ملكا على سوريته في الثامن من آذار سنة 1920. أجل كان معظم العامليين يا سادة وفي طليعتهم الثوار والقادة الأحرار جد متحمسين للانخراط في تلك الدولة العربية السورية التي كانت فيما سلف من الدهر بمثابة حلم كبير لكل عربي قح خالص ينشد الحرية ويأبى الانصياع لحكم الأجنبي، حلم كان أفصح وأبلغ ما عبرت عنه في ذلك المؤتمر تلك الكلمة التي افتتحه بها سماحة الحجة العلامة والمدقق البحاثة السيد عبد الحسين شرف الدين، وفيها دعا السيد إلى وحدة الكلمة ونبذ التفرقة ونبذ الطائفية والاعتصام بحبل الله المتين وإلى الانضواء جميعا تحت راية العروبة المتمثلة بدولة فيصل الأول، فيصل العرب، نجل مفجر أول ثورة عربية على الأتراك، الحسين بن علي سليل الأشراف من السادة الهاشميين العلويين. وإن مما جاء في تلك الكلمة الفائقة الروعة والفصاحة والبلاغة قول السيد: ألا وإن جبل عامل بعد هذا المؤتمر بين أمرين اثنين، عز لا تنفصم عروته ولا تقرع مروته، أو ذل تهاوت معه سرادق المجد، فإن بذتم الأهواء الشخصية ظهريا وآثرتم شرف القضية فلتكونن في حرز لا يفصم، وتكون بلادكم في حما لا يقحم. أما إذا غلبكم الهوى فلتكونن مذقة الشارب أو مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبصة العجلان أمام قوة العدو وشدة الفتن وتظاهر الزمان. إن هذا المؤتمر يرفض الحماية والوصاية ويأبى إلا الاستقلال التام الناجز المعتمر تاج فيصل العرب عاهلا ومؤثلا وقائدا محجلا يقيم حكومة شرعية تجعل من الوطن جبهة منيعة ينحدر عنها السيل ولا يرقى إليها الطير. هذا وبعد أن تداول الكلام عدد غير يسير من الخطباء تم الاتفاق على تشكيل وفد يتألف من السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد عبد الحسين نور الدين على أن يتبعهما لاحقا زعيم بلاد عاملة كامل بيك الأسعد كي يقدموا أو كي يقوموا بملاقات الملك فيصل في دمشق الشام ويقدم له تلك الوثيقة التي تم الاتفاق عليها من قبل المؤتمرين، وهي وثيقة يمكن تلخيصها بثلاث نقاط رئيسة هي التالية: أولا الموافقة التامة على استقلال سورية بإمرة الملك فيصل ابن الحسين ابن علي، ثانيا خضوع بلاد عاملة لسلطة فيصل على أن يتمتع جبلهم بحكم ذاتي وإداري، ثالثا تأييد العامليين تأييدا مطلقا لجميع ما قد يتخذه الملك فيصل من خطوات ترفع من شأن الأمة وتحفظ لها عزتها وكرامتها،
وبالفعل فقد قام الوفد العاملي بزيارة الملك فيصل الذي استقبلهم أحسن استقبال، هو وأعضاء حكومته الذين منهم يوسف العظمة بطل ميسلون، على أن ذلك الحلم الجميل حلم الانضمام إلى دولة فيصل العربية السورية، والذي طالما راود مخيلة العديد من أحرار عاملة ومنهم الذين حضروا ذلك المؤتمر مؤتمر الحجير لم يتحقق. ولا أدري أكان ذلك من حسن حظ العامليين أم هو من سوء حظهم، ولا أعلم أكان ذلك نعمة هبطت عليهم من السماء وشاءته الأقدار، أم أن ذلك كان شقوة لهم ونقمة. أترك تقدير ذلك لكم أيها السادة ليكون موضوع نقاش أو حوار بينكم أيها الإخوة المنتدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.